حسب كذلك، وجزء آخر كنا النواجه ديالها محدود في الوقت، فالمغورة وعن السياحة الدينية القطب الديني والعكس الإسلامي اللي استقطب كل عام واحد فعالية كذلك. إذا هذا أولا خصنا نصنفوا ونحددوا هذه الأنواع ديال السياحات، وكل سياحة سياحة خصنا نديروا لها واحد الدراسة وحديتها ونشوفوا لها المعطيات ديالها ونعرفوا ديك السياحة شنو هي المتطلبات ديالها. المتطلبات ديال السياحة الإيكولوجية ماشي هي المتطلبات ديال السياحة الشرقية، ماشي هي المتطلبات ديال السياحة التراثية. يمكننا كذلك نضيفوا ما يسمى دابا حاليا بالسياحة الثقافية، إطار التنوع الثقافي والتنوع الثقافي والتبادل ديال اللقاءات بين الفعاليات ديال المدينة وبين الفعاليات ديال المدن الأخرى وبين الدول الأخرى. دونك أساسا إذا بغينا يعني نعطيو واحد البروجي للسياحة، هو خصنا أولا نحددو هاد الأنواع ديال السياحة وكل نوع عنده واحد الخصوصية ديالو. دونك خصنا نجمع المعطيات خاصة بكل قطاع، وبالتالي من بعد يمكننا نشوف واحد النظرة تكاملية ما بين هاد القطاعات، كيفاش كل قطاع ينمي واحد القطاع آخر. مثلا قطاع السياحة الشرقية اللي دابا كاينة بور ليكزيس يقدر يلقى واحد القاطرة، هاد السياحة المتنوعة يقدر يدير واحد القاطرة. دونك بروميرمون أنا جانسيت سيغ أن خصنا نحدو القطاعات ونعرفو كل قطاع، قطاع المميزات ديالو والخصوصيات ديالو، باش يمكننا نديرو واحد النظرة ولا واحد البروجي اللي غيتماشى معنا.